بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة هو تمثيل البيانات بالمضلع التكراري. أبنائي الأعزاء، زي ما حضراتكم شايفين إن حسونة وعلي وحسين طبعا هم في مسابقة لصيد الأسماك، يعني داخلين مسابقة مع بعض يا جماعة لصيد الأسماك. طبعا يا جماعه المنطقه اللي بيصطاد منها علي وحسونه وحسين هي مقسمه لامتار زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي 10 10 متر يعني، و20 و30 و40. وطبعا حسونه يا جماعه هو بدايته او بدايه المنطقه اللي هو هيصطاد فيها، اللي هي المنطقه بتاعته من اول العشره فاكثر، فاكثر لغايه فين يا جماعه؟ طبعا لغايه قبل المنطقه بتاعت علي، يعني من العشره لغايه قبل ال20، يعني لغايه ال19، لان بدايه يا جماعه علي طبعا هتكون لغايه ايه؟ بدايته هتكون ال20. طبعا علي بقى المنطقه بتاعته الخاصه بيه بتبتدي من ال20، فاكثر، يعني من ال20 لغايه قبل ال30. ليه يا جماعه قبل ال30؟ تمام، لان حسين هي المنطقه بتاعته بتبتدي من ال30، فلازم يكون علي يا جماعه يكون المنطقه بتاعته قبل ال30، يعني لغايه ال29. نرجع بعد كده نقول يا جماعه ان المنطقه بتاعت حسين من اول ال 30، بدايتها من اول ال 30 لغايه برضو قبل ال 40، لغايه ال 39. طبعا يا جماعة حسونا بيدور على المركز وبيقول أنا بدايتي من العشرة ونهايتي قبل ال20، المركز فين؟ المركز فين؟ طبعا أنا بقول له يا حسونة خلي بالك معايا علشان حضرتك تجيب المركز بطريقة سهلة جدا، والمركز هو المنتصف، هو منتصف المسافة ما بين العشرة وال20. يبقى احنا حسونة هنقول العشرة زائد ال20 هنجمعهم مع بعض ونقسمهم على 2. طبعا كل دوت علشان نجيب يا جماعة منتصف المسافة، منتصف المسافة ما بين العشرة والعشرين، يبقى 10 زائد 20 طبعا ب30، ولما نقسمها على الاتنين يا جماعة هتساوي 15. يبقى أنا بقول لحسونة مبروك عليك يا حسونة، المركز بتاعك هو ال15، وطبعا هو ده اللي هتقدر تصطاد منه السمك وتطلع السمك الكتير. طبعا يا جماعه حسون عرف نقطه المركز اللي هي ما بين العشرة وال20 طبعا اللي هي ال15، وبدا يصطاد من هذه المنطقه من عند ال15 يا جماعه، وبدا يعني يطلع في السمك بسم الله ما شاء الله. واحنا شايفين يا جماعه حسون اهو خلاص خلص صيد وبيقول انا يا استاذ احمد اصطدت خلاص، وبدات المركب بتاعته تطلع قدامنا بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه حسون طالع بالمركب وبيقول انا هوصل للرقم اللي بيدل على عدد الاسماك اللي موجوده معايا في المركب. وحسونه ماشي يا جماعه، يا سلام، وحسونه وصل لرقم 4، يعني حسونه اصطاد 4 سمكات، بنقول له برافو يا حسونه. أنا بديتي العشرين نهايتي ب30، وأنا بدور على المركز هتصطاد منه سمك كتير، حبيبي المركز فين؟ المركز فين؟ المركز فين؟ طب حبيبي قولي لي مستر فين؟ طبعا يا جماعة علي حيران وبيقول أنا بدايتي من ال20 ونهايتي قبل ال30، وبيدور طبعا على المركز. طبعا أنا بقول لك يا علي خلي بالك، طالما أنت عاوز المركز اللي هو منتصف المسافة اللي هي ما بين ال20 وال30، عشان نجيب طبعا منتصف المسافة اللي ما بين ال20 وال30 هنقول كده 20 زائد 30 ونقسمها طبعا على الاثنين علشان نجيب منتصف المسافة. طبعا 20 زائد 30 بكام؟ ب50، ونقسم على الاثنين طبعا بتساوي 25. طبعا يا جماعة علي بيصطاد من المركز من ال25، وطبعا بسم الله ما شاء الله اصطاد كمية جميلة من الأسماك. طبعا يا جماعة علي طالع بالمركب وبيقول أنا هقف عند الرقم اللي بيدل على عدد الاسماك اللي انا اصطادتها، وادي المركب طالعه اهي وهي داخله على رقم ايه يا جماعه؟ داخله على رقم 8، يعني علي اصطاد 8 سمكات، وده طبعا عدد كبير جدا وعدد ايضا اكبر من الاسماك اللي اصطادها حسون. أنا بديتي من 30 ونهايتي قبل 40، وقالوا لي دور على المركز
هتسقط منه سمك كتير، حد يقول لي ما كسفي إلا الكسفي ما كسفي. طبعا حسين يا جماعه بيقول انا بدايتي من الثلاثين ونهايتي قبل الاربعين، وهو دلوقتي عاوز يعرف المركز فين عشان يطلع منه السمك الكتير. طبعا بنقول له المركز هو منتصف المسافه اللي هي ما بين الثلاثين وما بين الاربعين، يعني ممكن نقول ثلاثين زائد اربعين ونقسمهم على الاثنين عشان نجيب منتصف المسافه، يعني سبعين طبعا على الاثنين بتساوي 35. طبعا يا جماعه حسين بدا يصطاد من المركز يعني من عند ال 35، وبسم الله ما شاء الله مطلع سمك كتير جدا. طبعا يا جماعه حسين بيقول انا طالع بالمركب بتاعتي وهقف عند الرقم اللي بيدل على عدد الاسماك اللي موجوده معايا. طبعا هو طالع اهو بسم الله ما شاء الله وعدى طبعا كل الارقام بتاعت زمايله، وبسم الله ما شاء الله ده داخل على كام يا جماعه؟ داخل على ال 12، يعني معنى ذلك ان حسين يا جماعه اصطاد 12 سمكه. طبعا الجدول اللي قدامنا هو اول حاجه 10 فاكثر، طبعا دي خاصه بالمنطقه اللي كان واقف فيها طبعا حسونه، وهو اصطاد اربع سمكات اللي هو التكرار، التكرار ده يعني عدد السمكات يا جماعه اللي هو اربع سمكات. وايضا طبعا علي في المنطقه اللي هي 20 فاكثر، 20 فاكثر دي خاصه بعلي، وكان التكرار اللي هو عدد السمكات طبعا 8. واخر حاجه كان معانا حسين يا جماعه اللي هو واقف في المنطقه من 30 فاكثر، 30 فاكثر طبعا، وكان عدد السمكات او التكرار كان 12 سمكه. طبعا يا جماعه لما جمعنا يعني او عرفنا مجموع الاسماك كلها كان 24. طبعا بيطلب مني هنا يا جماعه تمثيل هذه البيانات بالمضلع التكراري. طبعا عشان نمثل بالمضلع التكراري لازم كل مجموعه عندنا بنجيب المركز بتاعها، واحنا يمكن قلنا الكلام ده قبل كده، ان مركز المجموعه الاولى اللي هي خاصه بحسونه، قلنا يا جماعه ان حسونه ما بين العشرة والعشرين، بيقول انا بدايتي هي العشرة ونهايتي قبل العشرين عشان نجيب المركز، يبقى فعلا يا جماعه المسافه اللي هي ما بين العشرة والعشرين في المنتصف، يبقى بنجمع العشرة زائد العشرين وبنقسم على اثنين، تمام، يبقى 10 زائد 20 طبعا ب 30، ولو قسمنا على 2 بتساوي 15. ايضا بالنسبه لعلي لو حبينا نجيب دلوقتي مركز المجموعه الثانيه، طبعا علي بيقول انا بدايتي هي ال 20 ونهايتي قبل ال 30، يبقى المركز يا جماعه هو المنتصف اللي ما بين ال 20 وال 30، يبقى بنجمع 20 زائد 30 تمام وبنقسم على الاثنين، طبعا 20 زائد 30 فيها ال 50، ولو قسمنا ال 50 على الاثنين تمام تساوي 25. طبعا المجموعه الثالثه يا جماعه اللي هي خاصه بحسين، وهو بيقول طبعا انا بدايتي هي ال 30 ونهايتي قبل ال 40، يعني طبعا لو حبينا نجيب المركز يعني المنتصف ما بين ال 30 وال 40 اللي هي المنطقه طبعا او المجموعه بتاعه حسين، ما بين ال 30 وال 40 طبعا، يبقى بنقول هنجمع ال 30 زائد ال 40 ونقسمها طبعا على الاثنين عشان نجيب المنتصف، يبقى 70 طبعا على الاثنين بتساوي في النهايه طبعا 35. طبعا يا جماعه عشان امثل هذه البيانات بالمضلع التكراري هنبدا طبعا بحسونه، وهو طبعا بادئ من المركز اللي كان بيصطاد منه، وهو فعلا اصطاد اربع سمكات، هنشوف المركب بتاعته وهي بتتحرك كده تمام، يبقى هذه النقطه طبعا اللي بتمثل البيانات طبعا بتاعه حسونه. طبعا بعد كده بنشوف وبقى عندنا علي، علي طبعا بيقول انا المركز بتاعي دلوقتي انا عرفت يا استاذ احمد اللي هو 25، وهو طالع يا جماعه ومبسوط من بالمركب بتاعته اهو طالع تمام، ويقول انا اصطدت 8 سمكات، وادي المركب بتاعته يا جماعه بتعبر عن هذه البيانات، وهذه النقطه الحمراء طبعا هي اللي بتبين هذه البيانات. طبعا اخر حاجه معانا حسين وهو الفائز وطالع من المركز بتاعه اللي هو تمام اللي ما بين ال 30 وال 40 اللي هو ال 35، وطالع طبعا يا جماعه حسين وهو فرحان، حسين فرحان يا جماعه وبيقول طبعا انا يعني الفائز، وادي يا جماعه هو اصطاد 12 سمكه، وادي المركب طبعا بتعبر عن هذا المكان بتاعه، وادي النقطه الحمراء طبعا. تمام، احنا هنمثل هذه البيانات بالمضلع التكراري طبعا بالترتيب، نبدا اول حاجه طبعا بنوصل من عند حسونه بالنقطه الحمراء بتاعت حسونه لغايه النقطه الحمراء الاول بتاعت مين؟ تمام بتاعت علي، ادي الخط الازرق دوت، وبعد كده يا جماعه بالترتيب برضو بنوصل بالنقطه الحمراء اللي هي خاصه طبعا بعلي والنقطه طبعا الخاصه بحسين، وتوصلوا ببعض كده تمام يا جماعه، وهذا هو المضلع التكراري الذي يعبر عن هذه البيانات. فيما يلي التوزيع التكراري لعدد ساعات عمل 50 عاملا،
طبعا هو بيقول لي مثل هذه البيانات بالمضلع التكراري. طبعا احنا مقسمين العمال لمجموعات، المجموعة الأولى طبعا اللي هي 2 في أكثر وعدد العمال 10، المجموعة الثانية 4 في أكثر وعدد العمال اللي هو التكرار 8، و6 في أكثر وعدد العمال 14، 8 في أكثر وعدد العمال طبعا 18. طبعا مجموع العمال كلهم اللي هو التكرار عددهم 50. يلا يا جماعة بنفس الطريقة، بطريقة حسونة وعلي وحسين، هنجيب طبعا بنقول فين المركز، فين فين المركز، فين فين يا علي وفين يا حسين. المجموعة الأولى يا جماعة اللي هي 2 في أكثر طبعا يعني هي محصورة، المركز طبعا محصور ما بين الاثنين والأربعة، يبقى مركز المجموعة الأولى اللي هي طبعا 2 في أكثر هتبقى 2 زائد 4 على الاثنين. طبعا 2 زائد 4 بتساوي 6، ونقسمها على الاثنين بتساوي 3. المجموعة الثانية اللي هي 4 في أكثر يعني المركز بتاعها هيكون ما بين الأربعة وما بين الستة، يبقى نقول 4 زائد 6 طبعا وبنقسم على الاثنين، 4 زائد 6 طبعا فيها ال10 ونقسمها على الاثنين تساوي 5، يبقى المركز هنا 5. المجموعة الثالثة اللي هي 6 في أكثر، يعني المجموعة ديت عشان نجيب المركز بتاعها هو محصور ما بين الستة والثمانية، يبقى نقول 6 زائد 8 على الاثنين، طبعا 6 زائد 8 ب 14 ونقسمها على الاثنين بتساوي 7. المجموعة الرابعة طبعا وهي المجموعة الأخيرة اللي هي 8 في أكثر، يبقى المركز بتاعها محصور ما بين الثمانية والعشرة، يبقى هنجمع يا جماعة 8 زائد 10 ونقسم على الاثنين، 8 زائد 10 ب 18 ونقسم على الاثنين تساوي 9. طبعا يا جماعه عشان نمثل هذه البيانات بالمضلع التكراري بنيجي المجموعه الاولانيه طبعا نجيب المركز بتاعها تمام اللي هو الثلاثه، وطبعا عدد العمال اللي هو التكرار كام يا جماعه؟ 10 تمام، ويمثلوا هذه النقطه. المجموعه الثانيه يا جماعه اللي هي 4 في اكثر، المركز بتاعها اللي احنا لسه جايبينه اللي هو الخمسه وعدد العمال 8، يبقى بيمثلها هذه النقطه. المجموعه الثالثه طبعا اللي هي 6 في اكثر، المركز بتاعها لسه جايبينه اللي هو السبعه، وطبعا عدد العمال او التكرار يعني اللي هو عددهم 14، يبقى هذه النقطه. اخر حاجه معانا طبعا اللي هي المجموعه الرابعه اللي هي 8 في اكثر، وطبعا المركز بتاعها اللي هو التسعه وعدد العمال اللي هو التكرار 18. طبعا يا جماعه عشان نرسم المضلع التكراري بنوصل طبعا المجموعه الاولى بالمجموعه الثانيه طبعا بالترتيب كده تمام بهذا الخط، والمجموعه الثانيه بالثالثه وهذا الخط طبعا بيمثلها، وطبعا المجموعه الثالثه بالمجموعه الرابعه، وبكده طبعا نكون مثلنا هذه البيانات بالمضلع التكراري. نشكركم على حسن المتابعه، مع نفهم نتعلم بسهوله وبساطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.